اخي عبد الله، عندنا سؤال زين وجوابه سهل جدا يعني. قاعد سمعت من قبل عن بيوت الشباب؟ بيوت الشباب؟ لا اول مره اسمع. لا بيوت شباب الكتريه؟ لا والله. بيوت شباب حول العالم؟ لا ما اتوقع. لا بيوت الشباب ايش تقصد ببيوت الشباب؟ بيوت شباب حول العالم؟ اوضح اكثر. بيوت شباب الكتريه؟ ايوه والله سمعت عن بيوت الشباب بشكل عام في العالم يعني، وسمعت عن بيوت الشباب القطرية بس لي فترة طويلة صراحة. بيوت الشباب القطرية؟ اي سمعت عنها. بيوت الشباب القطرية فعالياتهم تدعم الشباب، بالإضافة إلى أن لهم نفس المخيمات، شفت لهم دورات بعد ورشات. أمانة ما حضرت بس شفت أكثر من مكان كانوا مشاركين فيه، حتى مشاركين اليوم مع الكتاب. زين تتوقع بيوت شباب تتكلم عن شنو أو شنو مجالها؟ لما أقول بيوت شباب حول العالم مثلاً، يعني بيوت فيها شباب. شنو يجي على بالك؟ بيوت قديمة. عشان بيوت شباب رياضية، رياضية ثقافية شيء. هم ما عندي علم. أبداً أبداً. أبداً أبداً ما عندي معلومات كثيرة عنها لكن سمحت فيها. برامج بيوت الشباب. شاركوا في التطوير وقدرات شيء صح؟ نشاط شبابي سياحي. اي اللي هو شيء حول قطر. ايوه زور. اعرف بلدك؟ كم ساعه؟ قد تكون اجتماعيه رياضيه ثقافيه اتوقع كذي. وسياحيه بعد تتوقع؟ ممكن نعم اتوقع ان فيها سفرات، واتوقع ان لان هي متبادله بين دول العالم، فتشوف مثلا في بيوت شباب في دوله ثانيه بيوت شباب في قطر، ففي تبادل للزيارات. لأني أذكر رحت كذا دولة وأشوف مكتوب جمعية بيوت الشباب، فأتوقع أن بينهم زيارات متبادلة. جائزة مقدمة لكم من بيوت شباب الإلكترية، دليل وكتيب يتكلم عن حركة بيوت الشباب منذ التأسيس إلى يومنا هذا، ويتكلم أكثر عن بيوت شباب الإلكترية وعن مجال بيوت الشباب وشنو الأنشطة اللي إحنا نقدمها في بيوت الشباب. هذه تعتبر معرفة لكم ولا؟ الله أكيد معرفة كبيرة ومكسب كبير وشرفتونا ونورتونا.